من دعاء الصالحين بعضهم لبعض، يقول أحدهم للآخر: متعك الله متاع الصالحين، متعك الله متاع الصالحين. لأن قلنا إن المتاع حاصل لا محالة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكن الله إذا أراد بعبد خيرا متعه متاع الصالحين. حتى يكون هناك متاع الصالحين لابد من الاستعانة بالله، ولن تجد أحدا يستطيع أن يوصيك كيف تستعين بالله أفضل ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين، قال: تعوذوا بالله من أربع الآن، تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. سنعرج إجمالا عليها. جهد البلاء هو عياذا بالله ما لا يطيقه الإنسان حتى يصل به الحال إلى أن يتمنى الموت معه، هذا أعظم جهد البلاء. قيل لأعرابي: ما أشد من الموت؟ قال: الحالة التي يتمنى فيها الموت. ما أشد من الموت؟ قال: الحالة التي يتمنى فيها الموت. وقال بعض العلماء في تعريف جهد البلاء، وهو تعريف حقيقي لكنه دون العموم المطلوب، قال: قلة المال وكثرة العيال. جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال. إذن أنت بفطرتك لما تسمع هذا تعين من كان قليل المال كثير العيال، تكسب فيه أجرا. فالله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. الشقاء ضد ماذا؟ ضد السعادة. ولا يكون إدراك الشقاء إلا والعياذ بالله بالعمل السيء. والمعنى أن الإنسان يستعيذ بالله أن يهدى يساق إلى عمل سيء. سوء القضاء هنا بالمقضي ليس بنسبته إلى الله، فالله لا يقضي إلا خيرا. في الحديث: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. لكن العلماء يقولون من معانيه أن الإنسان عياذا بالله قد يكون قضاؤه فعل حكمه تصرفه إذا كان مسؤولا تصرفا سيئا. الأخيرة قال: ومن شماتة الأعداء. يقول العلماء: هذه الذي تنكأ في القلب وتبلغ في النفس أعظم مبلغ. ولهذا قال هارون عليه السلام لأخيه موسى: ولا تشمت بي الأعداء، ولا تشمت بي الأعداء. تجد نفسك الآن جبلة تبحث تقول: طب من هو عجيب، من هو العدو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تشمت بي الأعداء. يبقى السؤال: من هو العدو؟ العدو يقول الفقهاء من حيث الجملة: من سرته إساءته ويغتم إذا فرحت، هذا عدو. أعيد: من سرته إساءته، عندما يلحقك كرب، يلحقك إساءة، يلحقك ضير، يسر. وإذا لحقك فرح ومسرة اغتم لها. هذا المقصود بأن تتعوذ بالله جل وعلا من شماتة الأعداء.